وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في موسوعة افتتاحيات الشطرنج. ما زلنا بنناقش الراي لوبيز أو الطابق الأسباني، وده الجزء الثاني من دفاع شتاينيتز المؤجل. الطابق الأسباني أو الراي لوبيز بيبدأ بعد النقلات E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop B5. دي النقلة المميزة للطابق الأسباني، والأسود له أكتر من رد، لكن إحنا اعتمدنا الرد A6 اللي بنسميه دفاع مورفي، والأبيض بيكمل ببيشوب A4. وقلنا هنا الأسود له استراتيجيتين، استراتيجية هجومية بنسميها الهجوم المضاد اللي بيلعب فيها Knight F6 وبيهاجم بيدق الE4، واتكلمنا في أكتر من فيديو عن هذه الاستراتيجية. ومن الفيديو السابق ابتدينا نتكلم عن الاستراتيجية الدفاعية اللي بيلعب فيها الأسود D6. الأسود بيلعب في النقلة الرابعة D6 عشان يحمي بيدق الE5، وبكده بيتبنى استراتيجية النقطة القوية، وده بنسميه دفاع شتاينيتز المؤجل، والموقف ده هو الموقف الرئيسي اللي هنرجع له أكتر من مرة. وشرحنا استراتيجية الأبيض والأسود بصفة عامة لما الأسود بينتهج استراتيجية النقطة القوية اللي بعض الأحيان بيطلق عليها الراي لوبيز المغلق. وشفنا في الفيديو السابق الأبيض بيكمل بالنقلة C3 عشان يحضر للعب D4. ووصلنا بعد ما الأبيض لعب C3 إلى مواقف كان فيها الأبيض له تفوق طفيف، ومواقف أخرى الأسود وصل فيها للتساوي. وبالطبع الأبيض والأسود بيحاولوا إن هم يحسنوا موقفهم دائما. الأبيض بيحاول إن هو يوصل لموقف له فيه تفوق أكبر، والأسود بيحاول إن هو يحسن لعبه بحيث إن يوصل للتساوي بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. ولذلك الأبيض حاول يلاقي بدايل لنقلته C3، وجرب 4 نقلات هيكونوا هم موضوع هذا الفيديو. النقلات اللي هينتهجها الأبيض بدل النقلة C3: النقلة الأولى الأبيض بيلعب بيشوب تيك C6، وهنشوف الأبيض هيوصل منها لإيه. والنقلة الثانية الأبيض بيلعب فيها D4 بدون تحضير بالC3، والنقلة الثالثة الأبيض بيلعب فيها C4 علشان يمنع النقلة B5، والنقلة الرابعة بنسميها النقلة الانتظارية، إن الأبيض بيبيت وبينتظر رد الأسود. وفي الفيديو ده هنستعرض نقلة بنقلة وهنشوف الأبيض بيوصل منها لإيه والأسود بيرد عليه إزاي. وقبل ما نبدأ في الكلام عن النقلات الأربعة عاوزين نقول إن كل منها ما بيأديش إلى تفوق واضح وممتد بالنسبة للأبيض، وإن اختيار الأبيض للنقلة اللي هيعتمدها بيعتمد على أسلوبه الخاص في اللعب. بالنسبة للنقلة الأولى الأبيض بيلعب بيشوب تيك C6 تشيك، والأسود بيكمل بيتيك C6. وهنا بيبان المغزى النظري لهذه التكملة. الأسود هيكل بادئه أصبح ضعيف مقارنة بهيكل البادئ الأبيض، ولكن في نفس الوقت الأسود بيحتفظ بزوج الأفيال، وكذلك بيحتفظ بإمكانية اللعب على عمود B النصف مفتوح، وده بالطبع تعويض مناسب للأسود عن تشويه هيكل البيادق. والأبيض بيكمل بD4، وإن الأسود يمكنه مرة أخرى اللجوء إلى أحد الاستراتيجيتين، يا إما استراتيجية النقطة القوية اللي بيلعب فيها F6 وبيحمي بيها E5، يا إما استراتيجية الهجوم المضاد وهو إن بيلعب E takes D4. وتعال نشوف الاستراتيجية الأولى وبعدين نشوف الاستراتيجية الثانية. الأسود بيكمل F6، والاستراتيجية ده هي لها عيب إنها بتعطي دور مغلق، وده بيحرم الأسود من استغلال الميزة اللي عنده وهي زوج الأفيال بطريقة فعالة، لأن الأفيال بتظهر قوتهم لما يكون الموقف مفتوح. والأسود عشان يفتح الدور لازم يلعب النقلة F5، ولكن زي ما قلنا في الفيديو السابق وفي فيديوهات قبل كده ان الابيض والاسود مش ممكن يقوموا باي عمل على الجانب قبل ما يتم اغلاق الوسط، وطالما الوسط لسه متحرك لا يمكن للابيض او الاسود اخذ اي قرار في فتح الدور في احد الجوانب. ودلوقتي تعال نشوف احد التفريعات النموذجية
لاستراتيجية النقطة القوية. بيشوب اي 3 جي 6 كوين دي 2 بيشوب جي 7 نايت سي 3 بيشوب دي 7 كاسل نايت اي 7 اتش 3 كاسل روك اف دي 1 كوين بي 8 بي 3 كوين بي 7 والابيض بيلعب بيشوب اتش 6 ودي بتبقى نهاية هذا التفريع النموذجي. الابيض ما زال بيحتفظ بالضغط على بيدق الاي 5 اللي احنا بنسميها النقطة القوية، وكمان هيحرم الاسود من ميزة زوج الافيال وهيكسر الفيل الخطر ذو المربعات السوداء، والابيض في المستقبل هيحاول يلعب نايت اي 1 ويكمل باف 4 ويضغط اكتر واكتر على المربع اي 5، بينما الاسود هيحاول يأمن هجوم في جناح الملك، ولكن على اي حال هذا الهجوم مش هتحدد ملامحه الا حسب نقلات الابيض. ودلوقتي نرجع لهذا الموقف، وبعد ما شفنا الاستراتيجية الدفاعية للاسود بالنقلة F6 تعال نشوف استراتيجية الهجوم المضاد اللي الاسود بيبتديه ب E takes D4 والابيض بيكمل Knight takes D4، وتعال نشوف برضو احد التفريعات النموذجية من هذه الاستراتيجية. الاسود بيكمل بيشوب D7 Knight C3 نايت F6 كاسل بيشوب E7 روك E1 كاسل B3، والفرص بين الجانبين متساوية. الأبيض له بيدق قوي في الوسط، بينما الأسود عنده فرص لعب على العمود بنصف المفتوح، ولكن على أي حال الخط الأول اللي بيبدأ بالF6 بيفضله أكتر لاعبي الأسود. نرجع تاني للموقف الرئيسي، وتعال نشوف النقلة التانية للأبيض اللي بيلعب فيها D4، والنقلة دي هي أكتر النقلات الأربعة نشاطا وبتؤدي إلى الكثير من الصراع التكتيكي. الأسود هنا بيكمل B5 عاوز الفيل بيشوب B3، وهنا الأسود بيلعب نايت تيكس D4 عاوز يكسر فيل الراي لوبز، والأبيض مضطر إن يلعب نايت تيكس D4 E تيكس D4، وهنا الأبيض بيلعب بيشوب D5 عاوز الرخ. هنا ممكن الأبيض يقع في أحد الأخطاء، وبدل ما بيلعب بيشوب D5 يكمل بكوين تيكس D4، وبكده بيكون وقع في فخ، لأن الأسود هيكمل C5 عاوز الوزير، والوزير هيتحرك والأسود هيكمل بC4 والفيل وقع في المصيدة. ولذلك في الموقف ده الأبيض بيكمل بيشوب D5 عاوز الرخ روك B8، والابيض بيكمل برضو بيشوب C6 تشيك بيشوب D7، ولحد هنا بينتهي التفريع الرئيسي اللي بيخرج بعد النقلة D4. من النقلات اللي ممكن الابيض يلعبها في هذا الموقف بدلا من النقلة بيشوب D5، ممكن هنا الابيض يلعب بروح الجنبيت ويلعب C3 وبيضحي بيدق لكن بيتفوق في التعبئة. وعلى اي حال سواء التفريع الرئيسي اللي بيبدأ ببيشوب D5 أو تفريع C3، النقلة D4 بتؤدي إلى أدوار مثيرة ومليئة بالتكتيك. نرجع مرة تانية للشكل الرئيسي، ودلوقتي تعال نشوف النقلة التالتة للأبيض اللي هي C4. النقلة دي أخذت شهرتها لما لعبها كيريس ضد أليخين وفاز عليه أكتر من مرة بهذا التفريع. فكرة هذه النقلة ان هي بتمنع النقلة B5 الاسود، وبكده هيقدر الابيض ان يوصل للموصلوش من تفريع بيشوب تيكس C6، وهو ان يبقى عنده هيكل بيادق افضل من هيكل بيادق الاسود، وفي نفس الوقت ما يديش الاسود ميزة زوج الافيال مع العمود B نصف المفتوح. والاسود ممكن يكمل هنا بنايت F6 عاوز بيدق E4، والابيض بيكمل نايت C3 بيحمي البيدق بيشوب E7، وهنا الابيض بيقدر يلعب نقلته المفضلة D4، والاسود هنا ما عندهوش النقلة F6 ولذلك بيكمل بE takes D4 نايت takes D4 عاوز يكسر على المربع C6، والاسود بيكمل بيشوب D7، وهنا الابيض بيلعب ببساطة نايت D2. وبكده الابيض وصل لموقف مثالي، عنده بيدق الاي وبيدق السي بيدق قوية وبيسيطر على الوسط وبيمنع الاسود نهائيا من لعب نقلته التحررية D5.
والأسود هيعاني من ضعف طويل المدى في هيكل البيادق، ولذلك الأسود في الموقف ده ما بيلعبش النايت اف 6، إنما بيلعب البيشوب دي 7، وبيعتمد الاستراتيجية اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهات الأولى من الطابق الأسباني لما كنا بنتكلم عن دفاع شتاينيتز العادي اللي قلنا فيه إن الأسود هيعتمد استراتيجية التكسير عشان يحرر دوره، ودلوقتي هو بيهدد إن يلعب نايت دي 4 ويكسر أكتر من قطعة، والأبيض مضطر إن يلعب دي 4 عشان يمنع النايت دي 4، والأسود بيكمل اي دي 4 نايت دي 4، وهنا الأسود بيلعب نايت تيكس دي 4 وبيبتدي يكسر القطعة. بيشوب تيكس دي 7 تشيك، كوين تيكس دي 7، كوين تيكس دي 4، نايت اف 6، والأبيض أفضل قليلا لكن الأسود بيتمتع بالحرية في التعبئة. نعود مرة أخيرة للموقف الرئيسي وهنشوف النقلة الرابعة للأبيض اللي بيلعب فيها كسل، والنقلة دي نقلة انتظارية بينتظر لعب الأسود. لو الأسود لعب النايت اف 6 هنا الأبيض هيكمل بيشوب تيك سي 6 تشيك بي تيك سي 6، وبكده الأبيض ممكن يلعب الدي 4 وهو مطمئن إن الأسود ما عندهوش إن يلعب الدفاع المفضل اللي بيبتدئ بالنقلة اف 6، وما عندهوش غير الاي تيكس دي 4، وبيرجع للمسار المعتاد اللي شفناه في التفريع بيشوب تيكس سي 6، ولكن هنا الأسود لاعب النايت اف 6 أمام تبييت الأبيض. ممكن هنا الأسود ما يلعبش الاي تيكس دي 4 إنما يلعب نايت تيكس اي 4، والأبيض هنا ممكن يلعب كوين اي 2 وبيوصل إلى تفوق موقفي ضئيل، أو ممكن يخش في التفريع الرئيسي اللي بيلعب فيه روك اي 1 عاوج الحصان، وبالطبع الأسود ما يقدرش يتراجع بالحصان، وإلا الأبيض هياخد على المربع اي 5 والأبيض هيكون له هجوم قوي، وشفنا مثل هذا الموقف في فيديوهات سابقة، ولذلك الأسود هنا بيكمل باف 5 والأبيض بيكمل جي اي 5 والأسود بيرد دي 5 وبيدعم الحصان نايت دي 4، وهنا الأسود بيبدأ في الهجوم وبيلعب كوين اتش 4. ممكن أيضا الأسود بدل ما يلعب كوين اتش 4 يلعب النقلة بيشوب سي 5 والأبيض بيكمل بيشوب اي 3، وهنا الأسود عنده نقلة قوية وهي اف 4. على أي حال بعد التحليل الدقيق وجدوا إن تفريع اف 4 أو تفريع كوين اتش 4 بينتهي بالتعادل باللعب الدقيق. وقبل ما نسيب تحليل نقلة الأبيض كسل، عاوزين نقول إن الأسود لو مش عاوز يلعب النايت اف 6 ممكن يلعب النقلة بيشوب دي 7 بنفس الأفكار اللي شرحناها في دفاع شتاينيتز العادي، وهو انتهاج الأسود سياسة التكسير لتحرير الدور. وبكده نكون انتهينا من استعراض الخطوط الرئيسية للطابق الأسباني أو الراي لوبيز، وفي الفيديو القادم هنتكلم عن تفريعين قد يكونوا غير مطروقين. الخط الاول لما الاسود بيلعب الاي 6 شفنا دايما الابيض بيرد ببيشوب اي 4 وبيتراجع بالفيل، ولكن في الفيديو القادم هنشوف تفريع التكسير اللي الابيض بيكمل فيه بالنقلة بيشوب تيكس سي 6. اما بالنسبة لهذا الموقف المعتاد فشفنا الخط الرئيسي اللي بيبدأ بسي 3، وشفنا دايما ان الاسود بيرد ببيشوب دي 7 وبينتظر رد الأبيض، لكن في الفيديو القادم هنشوف الأسود لما بيلعب بنشاط وبيرد بإف 5 وبيهاجم الوسط الأبيض، وده بيسموه تفريع سيستا وهنناقشه أيضا في الفيديو القادم، وبذلك هننهي رحلتنا مع الطابق الأسباني، وإلى ذلك الحين إلى اللقاء. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.